يا مساء السعادة على كل مشاهدين قناة الصحة وجمال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبطال مجالنا. الأكل البيتي له طعم ما يتنسيش، مهما نلف وندوق نرجع للأكل البيتي. عشان كده حلقتنا النهاردة عن ست مصرية شاطرة ومكافحة، عرفت إزاي تخلق لنفسها فرصة عمل في الحاجة اللي بتحبها، وتسهل وتساعد على كل ست مصرية عاملة إنها توفر لها أكل بيتي نظيف وصحي وبالنفس البيتي الجميل وبأسعار كمان تنافسية. معانا ومعاكم شيف رحاب نصار صاحب الجروب أكلة بيتي. أهلا وسهلا بيك شيف رحاب، عاملة إيه؟ منوراني وشايفة حاجات جميلة كده. بصي احنا خلينا بقى ايه، انا هتكلم معاكي وانتي تعاملي. اوكي تمام. انا شايفه احنا معانا النهارده حمام، قولي لنا بقى على الحاجات حمام اللي معانا. هو حشاني علشان وقت البرنامج برضه. اوكي تمام. رز وكبد وقوانص. حلو قوي. هنقول برضه اتعمل ازاي. تمام. كفته كفته شو ممبار. هنعمل رز بالخلطه بالبسله والجزر. حلو. أوكي. ده عشان يبقى وجبة غذائية متكاملة كده. سلطة كولسلو. جميل قوي. تمام. هنبدأ بقى. دي هتتسلق. تمام. هنحط في السلق. بس كده. بصي اعتبريني بقى ايه النهارده الهيلب بتاعتك. انا المساعدة النهارده. هنحط في المية عادي خالص كأننا بنسلق بنسوي فراخ، بنسوي لحمه. اي يعني. اوكي. البصل بتاعنا، البصل والطماطم، بهارات، كل حاجه. طيب خلينا اسالك يا رحاب كده وانت شغاله، قولي لنا انت ابتديتي ازاي وامتى؟ من حوالي 7 شهور 8 شهور. حلو. بس انت قلتي ان الموضوع كان اصلا هوايه عندك من زمان. قوي. هي يا جماعه كانت بحب الاكل. بحب الاكل. مودها ما بيروحش غير وهي في المطبخ. جدا. حلو، عشان الحاجه بتطلع بحب. صح بالظبط. فعشان كده يعني قلت بقى ايه اعمل مجالي فيه، شغلي فيه، اطلع الطاقه الحاجه اللي بحبها. طالما الحمد الحاجة لله انت بتحبيها. بالظبط. الحمد لله. طيب احنا هنا حطينا جهزنا الميه بتاعت الحمام. حط الحمام اللي هتتسلق. دول مسلوقين. جاهزين على التحمير يعني. بالظبط. دي محشيه طبعا وكل حاجه. بالظبط. هنحمر الحمام. خلينا بقى بما اننا بنتكلم عن الحمام فاحنا عايزين نتكلم عن فوائد الحمام عشان الناس اللي مش بتحبه، خاصه ولادنا وشبابنا. حلو قوي. جدا يعني قيمة غذائية عالية، وخاصة ان احنا في عاداتنا وتقاليدنا رابطين الحمام بالصباحية عندنا. لا طبعا في ناس كتير قوي بتاكله وبيطلب مني كتير جدا. هو طبعا فوائده كتير قوي، هو كله فيتامينات ومعادن اللي بيحتاجها الجسم. بالزبط. غير ان هو برضو فيه بروتينات. بالزبط. اللي بتعمل على الانسجة، تكوين الانسجة والعضلات. بالظبط. وفي فيتامين الف وجيم وبي، يعني هو بصراحة كوجبة مفيد جدا. فهو مفيد جدا. هنعمل الرز. ده بقى الرز اللي قلنا هنحط فيه خضار. بالظبط. مش الخضار. ايه الصعوبات اللي واجهتك يا رحاب خلال بقى ايه دخولك بقى في مهنة الشيف، بقى انك تبقي شيف وعايزة اعمل كارير بقى لنفسي؟ والله هو انا بصراحه يعني ما لقيتش صعوبات، الحمد لله. طب الحمد لله. بس في الاول انا كنت عايزه اشتغل في مجال الحاجات المصنعه. ان انت تجيبي الحاجه جاهزه وان انت تظبط. لقيت ان الناس لا ما بتضمنش. احنا عايزين حاجه مضمونه، حاجه. قولي لي اساعدك في ايه بقى؟ حاجه أنا مضمونه جاهزة. بيتي. معروف معمولة ازاي؟ طبعا بتبقى احسن فيها النفس البيتي طبعاً بتاعنا. طبعا انت بعد البصل بقى اوكي اتفضل. تقريبا النار شغالة ولا؟ نقلب بس الحمام. اقلب لي كمان البصل عشان برضو وقتنا.
ولما اشتغلتي في الحاجات المصنعة طبعا الموضوع لا لا احنا عايزين حاجة مضمونة لا اكيد جيتوا بقى في الحاجة اللي انا بحبها. ده بيسهل على الست المصرية اللي بتشتغل ما عندهاش وقت وفي نفس الوقت عايزة اضمن لولادي اكل بيتي وصحي. بالضبط. طب اقلب معاكي ولا اعمل ايه؟ خدي بالك انا ست بيت شاطرة يعني. بصي احنا تقريبا النار مش شغالة على دي. انت كده كده هتحمري الحمام؟ اه خلاص خلاص هنقله مفيش مشكله. أوكي. تمام. عايز اعرف بقى مين اكتر حد دعمك؟ والله هو اكتر حد جميل. انا لو هو لولا مش يعني داعمني انا ما كنتش بقيت كده. اها ده حقيقي. واهلي. طب ما جاش في وقت قال لك الموضوع لا بقى لود وانت طول الوقت في المطبخ ما هو قادره تعملي الموازنه لا دي؟ لاني متضايقه ان انا لا مش هبطل. قلت له لا. قال لي خلاص. فابتدى يدعمك. اه لا قال لي خلاص لو حب الموضوع خلاص. جميل. مفيش مشكله. رحاب يا جماعه عندها اصلا سيليا هي بيبي. بنوت صغيره. فما شاء الله كون ان هي تبقى قادره تعمل الموازنه ما بين شغل بيت وتربيه طفله والاوردرات اللي بتجيلها. ايوه. فبجد شابوه يعني. طبعا احنا معانا صور كتير حلوه قوي هي دلوقتي على الشاشه. بسم الله. اول ما انت بعتها لي اصلا فاكره ساعتها قلت لك جوعتيني نفسي وجوعتيني عايزه اكل. تمام. طبعا كل اللي بيحب الاكل البيتي وعايز يضمن حاجه نظيفه وفيها النفس البيتي الجميل بالزبط. بتاعنا بالزبط. رقم الشيف رحاب موجود معانا على الشاشه وهي طبعا كمان وفرت دلوقتي ان الاوردرات تكون في مختلف المحافظات ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا حتى بتطلب مني كتير قوي. انت ممكن كمان تعملي حاجه يعني ممكن الاكل ما يبقاش مستوي على السوا. بحيث ان هو على ما يوصل ما يبقاش برد وكده هتبقى حلوه دي. بالظبط بالظبط. بتطلب مني كتير قوي قلت لا بقى يعني اوفر لي المحافظات. انا نفسي خلاص انا اعتبريني خلاص عميله. ان شاء الله. انت محتاجه الممبار ده؟ ان شاء الله هنحمر بس بقى نعمل الرز ونحمره. طيب عايزه برضو اقول لك بقى ايه اكتر اكله بتطلب منك او انت متميزه فيها؟ حاجات كتير. يعني حمام بشاميل. هو اصلا ريحته ما شاء الله يعني قلبت الاستوديو. حاجات كتير بجد يعني بتطلب مني ومميزه بيها. انت ليكي بقى يعني يا رحاب منيو معين انت شغاله بيه ولا لا على حسب ما بيطلب العميل مثلا او العميله؟ بالظبط. يعني مثلا انا عايزه بكتب المشروم انا عايزه معرفش ايه أي كل حاجة. حاجه. كل حاجه. حلو جدا الحمد لله. مش مربوطين بمنيو معين ولا الكلام ده؟ ادينا البصل تشويحه شويه. تمام. طيب. تنزل بقى بالخضار. اوكي احنا حطينا الكفته في الفرن. طب مع نفسها بقى. ماشي. دي طبعا بتتسلق وبعد ما بتتسلق هتتحمر برضو زي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الرز ما احنا هنشوح بقى الخضار شويه بالبصل. تمام. على ما يتشوح نعمل الكول سلو. طيب بصي ممكن تنقلي الحمام ده هنا ونحط نحمر الممبار. خلي بقى الروائح تطلع على الاستوديو اكتر. تمام. حاسبي بس الايد. ما تقلقيش. ليه دايما اكل البيت ما بيكونش زي اكل المطاعم مهما كلنا بره؟ اكيد طبعا رحنا مطاعم اكيد بيكون برضو في نفس البيت. بيتقال لي الكلام ده على فكره. بيتقال يعني بجد والله. مهما لفينا ومهما يعني رحنا يعني انا معايا عملاء يقولوا لي بس بص بقى يعني احنا ما بنسالش على الاسعار. المهم ان هو اكل بيتي. بالظبط. هو بيكون ليه نكهه ثانيه ونفس ثاني خالص. بجد. كنت عايزه اعرف بقى هو انت بتعملي برضو حلويات وكل حاجه؟ الحاجه بصي اي حاجه بتطلب مني بتعملي. الحمد لله. ابص على اللي في الفرن ولا لسه شويه؟ شويه ما يلحقش تقريبا. لا ده خلاص والله. خلاص. طيب. انت اطلعه لك؟ مفيش مشكله عشان تعرف انا متعاونه. عشان في الاخر هدوق بقى واقول رايي بصراحه. ان شاء الله. بصي بقى شوح. اوكي تمام. هو
طب خليني انا اقلبها وانتي تطلعيه. لا خليك، انا هحط كده البهارات. ماشي تمام. دي بهارات رز بسمتي. حلو تمام، فيها كل حاجه. اوكي شوية دي من عند العطار. اي عطار اللي يعني شوية لا وايه بقى ال شويه كمون. حط الملح. وده ده ايه؟ ده زعفران، ده اللي بيخلي الرز اصفر. اه جميل. مش بنحط كاري يعني بقى ولا الحاجات دي؟ زعفران افضل. ما هو البهارات دي فيها كل حاجة. تمام. بص اللون والريحة. لا ما شاء الله ريحة بنفسها حلوة قوي يعني بجد. حاسة ان انا واقفة في المطبخ بتاع بيتنا اصلا. نزود بقى شوية. بنحط المية قبل الرز. تغلي نحط الرز لان الرز ده بسمتي. تمام. ما نقعتش ولا حاجه لان هو اصلا يعني نوع كويس. حلو. ايه اسعار المنيو بقى او انت بتحدديها ازاي؟ بصي كل يوم الاسعار بتتغير. تمام تمام. يعني خلينا نقول ان السعر حسب سعر اليوم. بالظبط. طبعا يا جماعه لان الحاجه كلها فريش فهي مرتبطه بسعر السوق برضه. بالظبط. هاتي بقى انا هطلع انا دول. طيب تمام. اوكي. كفته ريحتها واو. وطبعا لان الحاجه ببلدي 100% لا كشت ولا نزلت دهون كتير قوي ولا كل الكلام ده بصراحه يعني. رحابة يا جماعه بتشتغل بكل حاجه يعني الخامات اللي بتستخدمها سواء لحمه سواء كده كله بلدي 100% يعني. تمام. تسلم ايدك. الميه بتغلي. تمام. بتحطي بقى الرز بعديها. طبعا البسله كنت سلقاها. طبعا معانا بقى ريفيوهات من العملاء كلها ما شاء الله يعني ريفيوهات معانا على الشاشه اهو. الرز تمام. اوكي تسلم ايدك. شم ريحه. انا هبيعك وهقعد اكل هنا على جنب. تمام. كده تمام. طبعا هي الكفته رحابة كانت مصبعاها على طول. هي عملتها بطريقه عجبتني قوي. جابت كده كذا ستيك كده من الخله اللي هي الطويله دي بالظبط. وعملتها عشان تاخد نفس الفتحه دي اهي. كانها كانت معموله على سيخ بالظبط يعني. فطلع ما شاء الله ريحه وشكل فظيع. نعمل بقى الكولسلو. خلاص تسلم ايدك حبيبتي. تسلمي. احنا بقى مش لسه هنستنى الرز لما يستوي. ماشي ماشي. نحط بقى هنا الرز. طبعا الرز اللي بالخضار ده انا بشوفه حاجه مبهره يعني. لا بجد تحفه. احنا اصلا كل ولادنا في البيت بيغلبونا عشان يا ابني حط خضار على الرز. انا اقول لك ان انا كبيره ككبيره باكله يعني. فهو دلوقتي لا يعني خلاص انا بالنسبه لي لو كل بس الرز ده بالزبط. هو خلاص يعني بالزبط. وجبه غذائيه متكامله. صح. هنعمل بقى الكولسلو. تمام. سيبي لي انا بقى ايه البرزنتيشن. انا اللي هبدا. طيب هو كان في اهي نحط عليها. تمام. كفته اهي. بصي بقى كولسلو كرنب كابتشو. تمام. وجزر. مايونيز عليه. اوكي. سكر. تمام. هو ممكن على حسب الاختيار ممكن عسل بدل السكر. ممكن بس السكر احسن. ده
ده اول طبق معانا اهو. وكمان ممكن تستبدلي المايونيز بزبادي عادي جدا لو مش موجود في بيتك. طيب هو انا بقى ايه يعني مش هستنى بقى وهدوق بصراحه. مش هستناك يعني. انا والشفا يعني نقطع كده حته ندوق. هقول رايي بصراحه طبعا. ماشي طبعا. يعني هدوق بقى واقول رايي. لا واو بجد بجد واو. الف هنا. لا مش بعرف اجامل. الهنا والشفا. مشاهدينا بجد اللي بيحب الاكل البيتي وحاجه بمنتهى الطعامه والنظافه والنفس البيتي الجميل تثق بالشيف رحاب بجد. طبعا التوصيل لاي مكان يا شيف صح؟ اه وفرناه الحمد لله. تمام وفرنا شركه شحن توصل، لان انا بصراحه الموضوع ده كنت بعاني منه. كل ما حد يكلمني احنا انا مش شرقيه، انا من اكتوبر، انا من الجيزه، انا عايز اوردر. انا طبعا هو انا بالنسبه لي لما اعمل اوردر لاولادي بالظبط ويبقى بالنظافه دي والجمال ده واكل بيتي كده احسن بكتير ما اعمل اوردر بالظبط جاك فود يعني اللي هو الاكل الجاهز ده. انا في واحده كابتن جيم بالمناسبه بتتعامل معايا عميله تقول لي انا كل اللي بيجوا لي في الجيم كبنات بيعانوا من حته اكل الشارع. طبعا 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 بيدخلوا في لانه بيبقى كارب جدا. بالظبط بالظبط. فلا يعني فبتتعامل معايا وبتوزع بقى يعني في الجيم لان فعلا بيجوا لها تعبانين. لا جميل يعني انا شايفه مثلا رز بسمتي زي ده ومعاه كفته اهو بروتين الياف الخضار والرز وفي نفس الوقت خدت برضو الجزء بتاع الكارب يعني بالزبط. فانا شايفه الطبق ده لوحده كده وجبه غذائيه متكامله بصراحه. بالظبط. تسلم ايدك بجد يا شيف رحاب. حبيبتي تسلمي. احنا محتاجين بقى نطلع الممبار ده. تمام ممكن. تمام اوكي. طبعا يا شباب الريحه واصله لكم ف هم عاملين يشاوروا لنا ورا خلف الكاميرات. انا مش هستناكم بقى. انا عايزاكي بقى تدوقي الممبار. اه هدوق. وتقولي لي ايه رايك؟ لا وعايزه ادوق الحمام. انا باكل حمام في السنه مره. انا بقى عايزه يعني افتحها من جوه. اه عايزين نفتحها بقى ونشوف بقى عشان نقول بقى هي معموله من ايه من جوه. لان ده سر طبعا. يعني السر بتاعها خلطتها. ايه ده هو فيها حاجه من جوه. انت عاملاها بقى بكبد وقوانص وكده ولا طبعاً. ايه؟ طبعا. اوه طبعا. ايوه طبعا. اهي مقسومه. هي طبعا حشياها رز. حشياها رز وكبد وقوانص وكبد وبصل. وقوانص وبصل. بنشوح البصله بس حتى لما فتحناها الريحه ما شاء الله بجد. بنشوح يعني الكبد والقوانص مع البصل. بهاراتنا ملح كل حاجه. حلو نشوح قوي. نشوح بعد كده ننزل بالرز ونشوح برده علشان يطلع مفلفل ما يكونش معجن. يعني لا هو ما شاء الله مفلفل يعني. لا لازم ادوق بقى صح. انا والشيف. لا خطير. تسلم ايدك بجد. بصي بقى الرز ولونه وشكله تحفه. احنا الحماميه دي ماتت مننا خالص. هتطلع ولا نسيبها شويه كمان؟ هتطلع دلوقتي نخلص بس الممبار ونطلعها. انت بقى يعني انا عايزه اعرف ايه اللي بيميز شيف رحاب بصراحه. يعني انا مش عايزه اقول على نفسي كده علشان انا مش عايزه اقول على نفسي كده عشان ما حدش يقول بقى دي بتقول على نفسها. لا لا ما انا سالت وعملت تحرياتي على فكره. لا وكمان عرفت ان ما يميز شيف رحاب يا جماعه بيقولوا سريع جدا الحمد لله. يعني كذا تواصلت مع ناس الاعداد تواصل مع ناس فقالوا ان هي حقيقة. انا ممكن اديها الاوردر وكمان ساعه الاقي كل حاجه خلصانه. اقل احنا معانا 10 دقايق. طيب ماشي خلاص احنا قدمنا الرز والكفته. طب تمام. طيب انا عايزه بس طب بصي ثواني.
ممكن ننقل ده يعني عاليه شويه. اوكي حمر سريع. تمام استني بقى انا هبهرك في التقديم دلوقتي. لا تسلم ايدك. انت بقى خليتي ليا. هبهرك. هتتصلي بقى تقولي لي عايزاكي تبقي مساعده معايا. ساعديني. ده الكوليسترول. عايزاكي تدوقي بقى. انا ما حطيتش اي. عايزاكي تدوقي بقى. لازم هدوق. والرز بقى انا لسه ما دوقتش كمان الرز. لا الرز بقى عايزاكي تشوفي. اوكي دوقي بقى. دوقي بقى. لو عايز سكر نحط سكر. اتفضلي اتفضلي. حلو جدا بجد. كنت بتقولي لي عايز ده يعني. لا بصي انا قبل الحلقه قلت لك ايه؟ قلت لك رحاب انا هقول رايي بصراحه على مش هجامل. انا ما بعرفش اظبطها فعرفيني بقى. لا تحفه يا جماعه بجد. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ تمام لي بقى ايه. ايوه انت لازم تعلميني بتعملوا الورده دي ازاي. لا ده انا اقول لك ان انا بعملها حلو قوي اكتر من كده كمان. هي بهتلت معانا. بس بقى الايه تاخدي بقى الشوط الممبار دول كمان. تمام. حطيتي خضرة. انا عايزة بس ايه نحط شوية رز هنا كمان. تمام مفيش مشكلة موجود. اتفضل اتفضل. اوكي. يوم دايميني على فكرة. حجزاها. طيب ثواني انا بس عايزة اعمل بقى ايه التاتش بتاعي. تمام. طيب نجيب بقى ناخد شوية الممبار دول خلاص جاهزين. اسفة بقى انا بهتلت الدنيا شكلي. هنمسح هنمسح. بس انا ما دوقتش الرز. حلوة القرفة اللي فيها دي. اصلا عاملة له ريحة قوية قوي جدا. لا واو بجد. قلنا بقى ما قلناش خلطة الممبار. خلطة الممبار يا جماعة زي خلطة المحشي. بصوا بقى الحركة دي. تمام. تمام. الحمام عموما ما بياخدش وقت. يعني بفضل الله 10 دقائق من 10 دقائق لربع ساعة بيكون مستوي. نبعد بقى عشان دي طبعا مش محتاجة افكركم ان اللي فعلا عايز اكل بيتي ونضيف هي اكيد الريحة وصلت لكل بيت مصري. يتصل على شيف رحاب والتوصيل لكل المحافظات ان شاء الله. ان شاء الله مفاجأة المرة الجاية حاجة كده هتعجبكم برضو بإذن كلنا الله. كلنا كده مكان. ان شاء مطعم الله. بأمر الله ان شاء الله. حابة ان انتي الموضوع يتطور معاكي لفين؟ مش نفضل اونلاين لا وبس. لا 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 عايزة مطعم وكده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله. معانا 5 دقايق احنا ممكن نحمر الممبار مع ال صح؟ مفيش مشكلة عشان الوقت. عشان الوقت بس. انا ايدي نظيفة والله. تسلم ايدي. لو كلمتك عميلة وهي عندها عزومة
بفضل الله. التيم كله بيقول لك احنا جعانين يعني، وبص احنا مستنيين الحلقه تخلص. حاضر. لو كلمتك كده عميله، وانت عارفه بقى الضيوف اللي ممكن يجوا لنا على فجاه. بالظبط، بيحصل كتير. واحنا بقى مش عاملين غدا النهارده، فاللي هو طب نعمل ايه؟ نتصل بمين؟ نجيب اكل ايه؟ الشيف رحاب بقى. انا طبعا. خلاص عرفنا. اول امبارح عميله عندي اتصلت. طلبت كميات؟ بعملها. يعني جات لي مثلا عزومه او ناس كتير فجاه وعايزه انا اساسا بوزع لمصانع. ما شاء الله. وجبات حلوه قوي. لا الحمد لله يعني. لا يعني احنا كده الموضوع مش مقتصر على لا 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 على البيوت المصريه. مصانع، شركات مصانع. الوجبات طبعا كان معانا صور كتير، اكيد الكنترول نزلها على الشاشه. احنا الحله دي فيها ايه؟ خلاص ما خلاص بقى، مش محتاجينها، نشيلها بقى. ودي الرز بتاعه. خلاص تقريبا استوى. ما بياخدش وقت برده، لان الرز البسمتي ده الحمد لله يعني انا بجيب الحاجه الكويسه جدا، احسن حاجه. لا بيحتاج يتنقع، لا بيحتاج يتحط في ميه مغليه، يعني يا دوب اغسله لا كشت ولا نزل الدهون. بلدي قوي. بلدي عشان بلدي. ما هي بتبان بقى من كده. بلدي. انت قلت لنا ان الاسعار على حسب سعر اليوم. بالظبط بالظبط، الاسعار كل يوم بتتغير. بس طبعا زي ما قلنا اللي بيميز شيف رحاب ان هي سريعه. جات لك عزومه فجاه، جالنا ضيوف فجاه، مش عاملين حسابنا. في ظرف ساعه الاوردر بيكون موجود ايا كان بقى المطلوب فيه. طبعا محاشي بقى. بالظبط. حمام. بالظبط. كل حاجه كل حاجه. يعني في يوم عميله اتصلت بيا قالت لي انا عايزه جالي ضيوف ضروري ضروري جايين كمان. ده موقف كلنا بنتعرض له طبعا. هي مش ما عندهاش مثلا انها تجيب من مطعم. لا خلاص رحاب، خلاص خلاص كثقه يعني. اكل بيت. بالظبط. بس هو هتكون قالت ان هي اللي عاملاه بقى وكده. لا 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 لا. جت قبل الساعه ما تخلص كان الاكل عندها. ما شاء الله. والله الحمد لله الحمد لله. ما هي دي اهم حاجه. السرعه في الموضوع. بالظبط. وكمان المصداقيه. الولاد جايين من المدارس عايزين نتغدى، مفيش عندي حاجه فاطمه، فالموضوع يبقى بسرعه يعني. بالظبط. احنا طبعا لكن الشركات المصانع بيكونوا مبالغينك قبلها بيوم اقل حاجه. بالظبط بالظبط، عشان الكميات بتكون كبيره. كنت الاول مثلا ما كانش لسه الموضوع كده معايا، فكان حد يتصل انا عايز وجبه مثلا كمان ربع ساعه. يا جماعه انا مش مطعم، انا يعني بعمل بالطلب. بالاوردر. لا انت كمان قلت لي حاجه حلوه قوي. قلت لي انا مثلا اليوم بيجيني فيه الاوردرات وبتستقبلي اوردراتك، وعلى اساسه ممكن تحددي منيو اليوم. بالظبط. يعني صح؟ مثلا لو جالي اوردرات كتير بصنف معين. خلاص انا عملت اليوم ده نفس الصنف. جالي ممكن صنف تاني مفيش مشكله، فتروحي بعمل. اوكي بعمل. بتعمليه عادي. بس حلوة. بقى لما يبقى كده بنزل مثلا بوست. انا يا جماعه هعمل بكره كذا. الاقي بقى ايه الناس حجزت. خلاص تمام. حتى بتدينا اقتراح يعني. بالظبط. في ناس يعني من العملاء كتير بيقولوا لي عرفينا اليوم انت هتعملي ايه عشان نطلب منه. اوكي. يعني كمان بياكلوا على ذوقي. ايوه. طيب احنا للاسف خلاص. خلصت يعني حلقتنا. بس احنا خلصنا برضو، احنا شاطرين قوي. قوي قوي. ايوه الحمد لله. عايزه بس نبص على الرز اهو. الرز يا جماعه ريحته اصلا فظيعه وما شاء الله حلوه جدا. النهارده كان معانا الشيف رحاب، عملت لنا احلى ممبار واحلى حمام محشي والرز اللي بالخضار وكفته وكول سلو. طبعا هي عندها حاجات كتير اكتر من كده بكتير، بس احنا قلنا الوقتنا بقى. ايوه اللي كانت تتعوض بقى ان شاء الله مره ثانيه. واصناف ثانيه. نورتيني بجد يا شيف رحاب. تسلمي. واتمنى لك مستقبل باهر ومن نجاح لنجاح، وان شاء الله تبقي اكبر مطعم في مصر باذن الله. يا رب العالمين يا رب. طبعا احنا الرقم شيف رحاب كان معانا طول الحلقه، واي حد طبعا عايز اوردرات شركات مصانع اكل بيتي للستات مصر العاملين، فهي موجوده وجاهزه وعلى اتم الاستعداد ان شاء الله. خلصت حلقتنا، وانتظرونا السبت الجاي مع بطل جديد في ابطال مجالنا.